السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ترتيب الجزائر في الألعاب البارالمبية في باريس، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن رفعت الجزائر رصيدها من الميداليات إلى 10 ميداليات في ألعاب بارالمبيات باريس 2024، وهذا بعد إحراز أبطالها يوم أمس 6 ميداليات كاملة، 3 منها برونزية و3 ذهبية، وبارتفاع إلى غلتها إلى 10 ميداليات تحتل الجزائر المركز 21 في جدول ترتيب دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس. وبهذا تحتل الجزائر المركز الأول إفريقيا وعربيا في الألعاب البارالمبية في باريس، ويأمل الرياضيون الجزائريون في حصد المزيد من الميداليات والتي ستستمر فعاليتها بالعاصمة الفرنسية إلى غاية 8 من شهر سبتمبر الحالي. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة يصلكم كل جديد.